Surprise! كاميليا كامي. ولما كاميليا دخلت حياتها كان بالنسبة لها حلم واتحقق. هاي هاي، انت جيتي الغردقة امتى؟ لا that's a long story، بحكي لك عليها بعدين. طب تفضلي. الحمد لله على السلامة. Thanks. نورتي الغردقة ونورتي بيتها المتواضع. ده طارق جوزي. انت بقى طروقة. فرصة لزوزة. أهلا وسهلا. طب مش تقولي لي ان انت جاية كنت رتبت الدنيا؟ ما كنتش عامله حسابي على حاجه وجالي شغل لاست مينت، فقلت ايه ده؟ اتس ا ساين ان اشوف ماي لافلي كازن فروحه وخلصت تراجيت على طول. مفاجاه تحفه. واو البيت تحفه. انا طول عمري نفسي اعيش في بيت صغير وكيوت كده. ليترلي يعني. لت ايه؟ حرفيا يعني. طب لازمتها ايه عوجه البق دي؟ بقولك ايه فروحه؟ تيتا لطيفة عارفة إن أنا وإنتي بنتكلم يعني، فكانت عايزيني أحاول أصلح ما بينها هي وتيتا مادة. If you don't mind أكيد. بصي بصراحة كاميليا، هي ماجدة قالت لي إن أنا ما أتدخلش في الموضوع ده خالص للأسف. فعلاً؟ بس بقول لك إحنا مالناش دعوة بيهم خالص. 100% أكيد. إيه رأيك لو تباتي معايا النهاردة؟ لا لا اتس فاين اتس فاين، أنا أخدت أوضة في أوتيل ويعني don't worry about me. لا ما ينفعش يعني، أنت تبقي هنا في الغردقة وما تباتيش عندي، ده بيت أختك يعني، ولا إيه طارق؟ أوكي. طب لو كده بقى فين اتولد؟ ثانكس. خطيرة. يا حبت معانا. أيوة يا طارق، ينفع تبقى في الغردقة وما تباتش عندي؟ She's my cousin. ماشي يا مرة. ماشي.